أسعدتم مساء وطابت بالخير والسعادة أوقاتكم. نلتقي مجددا بكم في برنامج حديث الشارع، وكما قد عودناكم نتناقش بأهم القضايا التي تمس الشارع الحضرمي، حرصا على وصول صوت عزيزنا الإنسان المواطن. حلقة تلو حلقة، وما زال لقاءنا بكم مستمر على شاشة قناة المكلة، ونرجو أن تثمر هذه الحلقات بحلول وتدخلات سريعة من الجهات المعنية والمختصة. أعزائي، سنناقش هذه الليلة موضوع حركة السير وأسباب عدم الالتزام بقواعد المرور. في الوقت السابق عاشت حضرموت عامة ومدينة المكلا خاصة ظروف صعبة للغاية بسبب الأوضاع التي شهدتها اليمن. الآن حضرموت تشهد حالة من الاستقرار والهدوء والأمان. هذا ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعميق الأمن والأمان أكثر داخل حضرموت. ففي أواخر 2018 شهدت المكلا حملة مرورية شاملة على مدن ومناطق ساحل حضرموت. في هذه الحملة قد تم تفعيل الإشارات المرورية أحمر أصفر أخضر، وأصبحت بذلك شوارع المكلا تضج بألوان تنظيمية لحركة السير. فبات هناك نظام أكبر وتنسيق وترتيب أكثر، وهذا ما سينتج عنه تخفيف ازدحام وإعطاء عادل ومنصف بالحركة في الطريق العام لكل من السائقي وعابري الطريق. وبالطبع لا ننسى سلامة النفس لكليهما، السائق وعابر الطريق، خصوصا بعد تزايد حوادث السيارات والدراجات النارية. فنستطيع القول وبالفم المليان أن الإشارات المرورية ما هي إلا لصالحنا وتخدم كافة المواطنين، وهذا شيء جميل ونحتاجه مثلنا مثل مدينة في أي دولة. ولكن نتعجب من البعض عندما لا يكترثوا لهذه الإشارات المرورية ولا يعطوها حقها. يا ترى لماذا؟ وهي في الأساس لمصلحتك عزيز السائق. دقائق ونعود. ها قد عدنا مشاهدينا. أخي المواطن، أختي المواطنة، عزيزي السائق، وما يتبعه من نصائح وإرشادات وتعليمات هي مهمة تقوم بها إدارة التوجيه المعنوي في أمن حضرموت الساحل. كل ذلك من أجل المواطن لكي يعلم ما هي قواعد المرور وآدابه ويلتزم بها. ومع ذلك لا نجد ذاك الاهتمام الحقيقي بقواعد وآداب المرور العامة. يا ترى ما هي الأسباب؟ لماذا نجد زيادة في المخالفات على الرغم من كثرة وجود الحملات الإعلامية والحملات التوعوية لنصح وإرشاد المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة للحفاظ على النفس البشرية ولتجنب ما لا يحمد عقباه؟ ومع ذلك نرى الكثير من المخالفات ما زالت مستمرة. يا ترى أين الخلل؟ يا ترى ما هي المشكلة؟ ما هي الدوافع؟ ما هي الأسباب؟ للتفاصيل بقية نتابعها في التقرير التالي. من آمن العقوبة ساء الأدب، مثل ينطبق على سائقي المركبات المخالفين لقواعد المرور في مدينة المكلا، ناهيك عن زحمة السير الكثيفة في الشوارع الرئيسية خصوصا في أوقات الذروة والتي غالبا ما يكون سببها عكس خطوط السير. الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت تبذل جهودا مضاعفة لضمان التخفيف من حدة الازدحامات وتنظيم حركة السير،
حيث شهد ديسمبر من العام الماضي تدشين حملة مرورية شاملة بمدن ساحل حضرموت بمشاركة من القوى والوحدات الأمنية لمساندة إدارة شرطة السير في تنفيذ مهامها المختلفة. أثمرت الحملة إلى التخفيف نوعا ما من المخالفات والتجاوزات من السير في الاتجاه المعاكس والتجاوز الغير قانوني، وكذا تنظيم حركة مواقف السيارات، إلا أن الحملة لم تلقي ثمارها أو بالأصح انتهى مفعولها في عدة جوانب مرورية. أسباب عدة تدفع سائقي المركبات إلى مخالفة القواعد المرورية، من حفريات لا يمكن تفاديها وبرك المستنقعات من طفح المجاري وعدم وجود منافذ مناسبة بين الخطوط، مما يدفع السائق إلى السير عكس الاتجاه، ناهيك عن غياب دوريات المرور واقتصار تواجدها في أماكن وتوقيتات محددة. كل تلك المشاكل المرورية في المحافظة تظل عالقة لسنوات دون حلول جذرية لمعالجتها، ويبقى تساؤل المواطن في كل الأحوال: متى سيشاهد افتتاح خطوط جديدة أو توسعة للشوارع المزدحمة وتخصيص مواقف محددة للمركبات، خصوصا وأن مدينة المكلا بالتحديد تشهد تزايد أعداد المركبات والزوار من مختلف المحافظات المجاورة يوما بعد آخر؟ ويبقى السؤال أعزائي المشاهدين: الإسراف بالمخالفات المرورية هل يعود لاختفاء الغرامات؟ سؤال يضع نفسه. أتمنى مشاركتك عزيزي المواطن، سواء كنت سائق أم عابر طريق، تخبرني هل غياب الغرامات والعقوبات دفعك لارتكاب المزيد من المخالفات المرورية؟ على جانب الشاشة يظهر رقم البرنامج للاتصال والتواصل لنستمع منكم شكواكم ومداخلاتكم أعزائي، كل ذلك وأكثر بعد الفاصل. عدنا وإياكم مجددا مشاهدين قناة المكلا، والحلقة ما زالت مستمرة والموضوع ما زال مستمر ومنتظرة طبعا اتصالاتكم. ديسمبر الماضي الأجهزة الأمنية وشرطة السير قاموا بعمل مجهود يشكروا عليها صراحة، وعملوا حملة مرورية. هذه الحملة المرورية شفنا منها أثر، كان هناك أثر حقيقي شفناه والتمسناه في التخفيف من الاختناقات والازدحامات وما إلى آخره، ولكن الحملة تقريبا توقفت، لأنه مش معقول ما فيش أي لازم في أي حملة تكون مزمنة، ما فيش حملة تكون ماشية معك طول العمر. ففي بداية الحملة نشوف دائما التفاعل من النشطاء والإعلاميين وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواطنين كمان سعداء وفرحانين وكذا. بعدين أول ما تبدأ توقف الحملة خلاص المواطنين يهدأوا ويبردوا، والجهات المعنية كمان تسكت. لا، نحن حابين إنه ننظر كذا على طول، حابين نشوف التزام، حابين نشوف تفاعل. وإن توقفت هذه الحملة المرورية، الحملة المرورية هذه كمان كان فيها تفعيل للإشارات المرورية طبعا بعد فترة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تبدون؟ نعم أيوة تفضل. منش عندنا بقريش سياكل من بنك زوج عندنا يوم صورنا. عندكم السياكل؟ ألو أيوة معك تفضل. منش سياكل عندنا في قرية في الشام. أنت في أي منطقة ساكن؟ في الشحير مديرية الغيل. شحير مديرية الغيل؟ شحير مديرية الغيل. أيوه بالضبط. أيوه، والسياكل عاملة لكم إزعاج؟ إيه سياكل إزعاج يوم نقصت الرطب ودوزات متعبنا يوم. طيب ما اشتكيتوش لإدارة المرور وكذا عشان يضبطوهم؟
والله شفت الاعلام بالاذاعه صرت الاذاعه ثاني. اتصلت لعندنا على طول؟ على ثاني انا. طيب خلاص تسلم، بس ما اعطيتني اسمك. اسمي عبد الله حميد امين العبثاني. عبد الله العبثاني من شحير صح؟ اي شحير سياك سهرت معنا يوم سياك معنا. طيب شكرا يا عبد الله. دونجزوز مشوف دونجزوز. تمام شكرا يا عبد الله. اي عفوا. الله يحفظك. عبد الله العبثاني من شحير مديرية الغيل، لا يقول انه السياكل او الدراجات النارية عاملة لهم ازعاج. نحن قد تكلمنا كمان في الحلقة الثالثة، لو انتم متابعين معنا الحلقة الثالثة كانت كمان عن ضبط الدراجات النارية، وعلى اساس الحملة المرورية هذه كمان كانت بتستهدف هذه الدراجات وفترة، وهدأنا من الازعاجات والدربكات اللي بتعمل الدراجات النارية. بس يا عبد الله في اتصال. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ تمام الحمد لله بخير. من معي؟ صالح احمد العطاس. من؟ صالح احمد العطاس. ايش هي مداخلتك؟ انا اسمعك. طبعا انا رجل امن في ساحل حضرموت. انت ماذا؟ انا رجل امن في ساحل حضرموت. رجل امن؟ نعم. جندي يعني؟ ايوه يعني مساعد قائد الحراسة في امن ملعب اراضي. تمام تفضل. اولا نشكر القناة المفضلة قناة المقلة، ونشكر المذيع العزيز علي قلوبنا. شكرا. وثانيا بالنسبة لحركة السير في شرطة ساحل حضرموت، طبعا هنا خطة وضعت من الاخ العميد منير كرامة تميمي لوضع حلول ومخرجات لهذه ساحل الزحام اللي في المقلة. نعم. وبمساعدة رجال المرور. نعم. وبتعليمات واضحة وشرسة من قيادة الأمن بشرطة ساحل حضرموت. نعم. هناك تنظيم الآن أكثر من راية في الإشارات وترتيب رجال المرور وترتيب رجال أمن مجلس حضرموت. نعم. بدأ المواطن يستوعب حركة السير، بدأ المواطنين الآن يمشون بخطة ثابتة. نعم. ولكن نتمنى من رجال الإعلام ونتمنى من الأخوة الصحفيين أن يشيدوا بهذه الأدوار البطولية، أن يشيدوا برجال الأمن في الميدان، ويشيدوا برجال الأمن في المرور وقياء المجدة. نعم. ولكن لا نريد أن يكون هناك انتقاد أو جح، نريد انطباع جميل جدا منكم ومن الجميع. نعم. هو يا لو بس تكرر لي اسمك. الاسم الكريم صالح أحمد العطاس قائد أمن ملعب أراضي. صالح العطاس. نعم. ما هي اساسا الحلقة هذه يا صالح؟ مناصرة اعلامية، احنا بنسلط الضوء على هذا الموضوع، واعتقد انه نحن نحاول انه نحن نظهر جهود الاجهزة الامنية والدور اللي بيعمر فيه العميد منير التميمي، وكمان نعمل توعية للمواطنين انهم يلتزموا بقواعد واشارات المرور، وكمان نعطي صوت للجهات. نعم. لا اخذيك يا عزيزتي اسمعي اختي الفاضلة، نحن طبعا وقيادة الامن بساحل حضرموت. نعم. وضعت خطة لبعض النزولات الميدانية وهي للمدارس للروضة لبعض الاماكن لكي يزيد اكثر وعي للمواطنين. نعم. هناك نحن فاقتنا احنا مشكلة يعني من سن 15 ولا تحت يسوق دراجة او يسوق مركبة سيارة ولا يعرف كيف يقود هذه المركبة ولا يعرف كيف نظام هذه المركبة ولا يعرف كيف خطوط هذه المدينة. هناك امان واضح من قبل الاسر في ساحل حضرموت. طيب كيف؟ عندما يكون الولد عمر 15 سنة وفي شيء انت تعطي امكانية سيارة او دراجة. هذه مخالفة يا صالح. ان يسوق وعمره 15 سنة هذه مخالفة لانه ما زال حدث. طيب انتم كيف بتتصرفوا معاه؟ طبعا نحن نتصرف بحكم القانون المتبع واللوائح والانظمة بشرطة ساحل حضرموت. نعم. ولكن لا اخفيك اختي العزيزة انه عدد الضحايا في الفترة السابقة هم من الاطفال بالدراجات النارية. نعم. اين دور الاسر؟ اين متابعه الاسر لهؤلاء الاولاد؟ نعم. لماذا الاسر لم تضحي بابنها؟ صحيح. اهمال واضح من قبل الاسر، يعني للاسف الشديد عندما يكون الولد يوصل لمرحله الثانويه. نعم. وكانه وصل مرحله نهائيه من نهايه عمره يسلمون الدراجه لان هناك خطر. صح. هناك موت، يعني لا ندري يعني هل الاسره هي راضيه على هذا الوضع؟ نعم.
طيب يا سالم، وجه رسالة، نحن على الهواء مباشرة وعلى قناة المكلة، والآن المكلة كلها بتسمعك. وجه رسالة للأهالي اللي بيخلوا أبنائهم من 15 سنة وما تحت يسوقوا دراجات نارية أو يسوقوا سيارة. وجه لهم رسالة الآن. تعديل الاسم، اسم الكريم طبعا صالح أحمد العطاش وليس سالم، تمام. أوجه كلمة لأبناء حضرموت في الوادي والساحل، تمام، هم في النهاية فلذات كبادنهم أولادنا وشبابنا. حضرموت في انتظار هذه الكوكبة من الشباب لجميع من الكوادر وجميع من المرافق اللي تنتعش ساحل حضرموت. نعم. لهذه الشباب، ولكن للأسف الشديد ما نعاني نحن في الفترة السابقة من إهمال وتكفير من بعض الأسر وغير لا مبالاة لترك أولادهم بالدراجات النارية أو السيارات الخاصة، تمام، وهذا يسبب لنا يعني أشياء غير عادية وأشياء غير اعتيادية. نعم. بحوادث وأدت بعض الوفاة وبعض الحالات الخطرة. أتمنى من جميع أهالي حضرموت أن يعوا ويفهموا ويعملوا أن أولادهم يسن مبكر لسواقة هذه الدراجات والسيارات. أتمنى عبر قناتكم هذه قناة المكلة وهي قناة حضرموت. نعم. أن تعيدوا مرارا وتكرارا بوضع علاقة مع شركة الشير لإعلانات أو حلقة توعوية باستضافة مدير المرور أو بعض رجال المرور لكم توعية هذه الشباب وشبابنا. ولا أخفيك أن هناك بعض البنات الآن يسوقن السيارات، وهذه برضه مشكلة نعاني منها. نعم. لأن برضه القانون يخدمها وفي نفس الوقت لا يخدمها. نعم نعم. وصلت رسالتك يا سالم العطاس، شكرا لك. أنت مصمم على سالم، اسمي صالح. صالح عفوا يا صالح. مصمم على سالم، إذا أنا خلاص أنا بغير اسمي من سالم من صالح لسالم. لا لا لا، صالح عفوا، عذرا يا صالح. شكرا لكم وتحياتي للأخوة الكريمة على قناة المكلة وفي أمان الله. شكرا. عذرا اختبطت صالح العطاس، منتسب هو جندي ومنتسب لرجال الامن. مداخلتك كانت قيمه، والجميل انه مثل ما قال انه في بدا استيعاب من المواطنين للمرور والقواعد والاداب اللي صارت الاجهزه الامنيه بتشتغل عليها بشكل مكثف. وكمان الشيء المحزن انه اطفال عمرهم 15 سنة وخلاص خلص ثانوية ولا بيدرس ثانوية اعطوه دراجة نارية. في بعضهم يا ريت الامر يقتصر على دراجة نارية، البعض المشكلة انه يسوق سيارات وهو عمره 15 سنة. هذه مخالفة، هذا حدث، ما ينفع هذا الكلام. في الحملة المرورية السابقة في اتصال في الحملة المرورية السابقة في كان تصريح للعميد منير التميمي مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت، قال الأزمة هي ليست أزمة مرورية، عشان نحن الآن لما عملنا حملة مرورية مش علشان في أزمة مرورية، ما فيش أزمة مرورية، قال هي أزمة شوارع. ألو ألو ألو، أيوة، من معي؟ معك الديني. من؟ أحمد الديني. من معي؟ أحمد الديني. أتفضل، ما هي مشاركتك ومداخلتك؟ أتفضل أخي. أحمد الديني، أقولك معك من ديش. أنت من فين؟ من ديش. تمام. نبغى نتكلم في النهاية، احنا من حضريات منطقة الديس. منطقة الديس فيها حفريات، تمام؟ ايوه، بس هذا نحاول حفريات ومطبات زيادة وصغر كده. اها، هذا من الحفر اصبح بناتكم يا يعني. هذه مشاركتك؟ ايوه. تمام، شكرا اخي، تسلم. يلا شكرا. منطقة الديس، في اتصل بنحنا مواطن يقول منطقة الديس حفريات ومطبات، حضرموت كل حفريات ومطبات ومجاري، مش بس منطقة الديس. وسبق وساعدني في أنني أتكلم على هذه الخطوة، أحيانا من ضمن الأسباب
اللي تدفع بالمواطنين عشان يتجاوزوا أو يكسروا إشارة أو يمشوا في اتجاه معاكس، إنه الأرض حفريات، مجاري، مستنقعات، ما فيش طرق فرعية. المواطن كيف يسوق؟ المواطن كيف يروح؟ هذا بالنسبة للقواعد المرورية وآدابه وما إلى آخره. لكن بالنسبة لنا كمواطنين، نحن طلعنا حلقة وتكلمنا على الحفريات، وطلعنا حلقة وتكلمنا على المجاري، خلافا عن حلقة اليوم إلى الآن لم نلمس أي أثر. ليش؟ نحن في كل حلقة ناشد الجهات المعنية، يعني أنا أتمنى اتصال أحد يقول لي ما فيش مشكلة، أتحلت مشكلة الحفريات ولا أتحلت مشكلة المجاري. أعزائي المشاهدين، معنا على الخط العقيد معمر المشجري، مدير شرطة السير في ساحل حضرموت. عقيد معمر، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. إيش أخبارك؟ الحمد لله. الحملة المرورية عقيد معمر الذي عملتوها في أواخر 2018 كانت على أساس أو تهدف إلى أنه تفتح طرق فرعية. هل نعم. هل جنيتوا الثمار من هذه الحملة المرورية؟ نحن شفنا تفعيل للإشارات المرورية، لكن هل تم فتح طرق فرعية؟ هل تم فتح طرق جديدة؟ هل تم إزالة العوائق التي أتحدثتم عليها في الإعلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. صلاة والسلام على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. بداية، نحن بالنسبة للخطوط، فتح خطوط فرعية وفتح، نحن عملنا مع الأشغال العامة. تمام. وحسب التوجيهات الصادرة من المدير العام للعمل والشرطة. تمام. وتم النزول إلى الديس، حي الديس، وتم رفع العوائق والأتربة الموجودة وفتح خطوط جديدة، لكن إلى حد الآن لم تستكمل يعني. طيب إيش ما هي؟ العامة كانوا معنا في نفس، استمرينا يمكن حوالي الأسبوع، ولكن الآن لم يستكمل باقي الخطوط في الخط المؤدي، خط الورش اللي في الديس إلى فلسة الشعر. تمام. يعني لكن نعم، لكن في عمل شغال نحو فتح طرق فرعية ونحو إزالة العوائق، يعني أنتم ما زلتم شغالين على هذا الموضوع. نعم نعم، نحن ما زلنا شغالين. نعم. طيب، الحملة المرورية التي عملتوها وكانت عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، لماذا توقفت؟ نحن عملنا على الحملة السابقة، يعني حملة توعوية، واستمرت الحملة التوعوية مقاربة 10 أيام. تمام. وكانت في من ضمن أهداف الحملة يعني الدراجات النارية والالتزام بخطوط السير. صحيح. وكذلك الأصوات المزعجة التي تنبعث من الدراجات النارية. صحيح. فتم حجز كثير من الدراجات النارية واتخاذ العقوبات عليها، والحملات لا زالت بشكل مستمر، يعني مستمر. نعتبر العمل الاعتيادي اليوم اللي في ضمن إطار الحملة. طيب، هل شفتم تفاعل من المواطنين عقيد معمر؟ هل شفت نعم إنه في بوادر التزام، في بوادر استيعاب لدى المواطنين؟ نعم، في بوادر استيعاب من المواطنين والتزام من المواطنين. نعم. ولكن لو يعني الحملة إعلامية تستمر عبر وسائل الإعلام وكذا، نحن الحمد لله يعني عملنا الحملة وكان في تفاعل جدا وتقبل من المواطنين والتزموا يعني. نعم. أفضل من السابق يعني. نعم نعم. طيب، خلينا احنا ندردش حول موضوع الغرامات والمخالفات. ليش ما يكون يعني ليش موضوع الغرامات هذا كده مخفي؟ يعني ما اذا في مخالفه قلتم للشخص المخالف او للسائق جنب على جنب وانتظر 10 دقائق وتفاهمتم معه بكلمتين ومشى. احيانا مخالفه زايد مخالفه انه ما ينفعش، ليش ما تفيش العقوبات هذيك والغرامات؟ هل مثلا اغلاق واضراب المحاكم حاليا له علاقه وله دور بهذا الموضوع انكم ما تتخذوش اي اجراء قانوني؟ نحن عندنا
بالنسبة للمخالفات محددة بالقانون يعني. نعم أيوة. وتحديد الغرامة نفسها، ولكن المشكلة اللي نعاني منها لحد الآن أيوة هو عدم ترقيب السيارات يعني، وهذا الموضوع مطروح إن شاء الله بيعملوا حلول فيه على أساس من ضمن بداية العام هذا، أن كيف تخالف سيارة بدون لوحة، لأنه من المعروف أن المخالفة المورية صحيح يعني توضع المخالفة للشخص المخالف على سيارة إذا كان لم يكن موجود صحيح، لكن إذا كان ما فيش رقم عندك استكمال إجراءات تجديد أو تحويل أو كذا نعم تصدف مع عملية إلى أن تسدد المخالفات، ولكن الآن مشكلة في عدم ترقيم السيارات صحيح. طيب هل في ما بينكم تواصل في إدارة شرطة السير والنيابة العامة مثلا في حالة حدوث الحوادث والمخالفات الجسيمة مثلا؟ هل في بينكم تواصل إدارة المرور والنيابة العامة؟ نحن مربوطين يعني نرتبط نحن بنيابة المرور والمخالفات، نيابة المرور والمخالفات تمام، وترحلوا لها السائقين حددني الحوادث الى نيابة المرور والمخالفات. طيب معمر حدثني عن هذه الفكرة أكثر، يعني كيف أنكم بترحلوهم للنيابة العامة، نيابة المرور العامة كيف؟ هل تكتفوا أنهم بس فقط يدفعوا غرامة أو يقضوا العقوبة؟ أو لأنه أحياناً العقوبة تكون مخيرة، يا إما أنك تدفع غرامة أو أنك تختار أنك تحتبس. حدثني عن هذا الموضوع. ما فيش حاجة اسمها اختياري، نحن ننزل في حادث مروري نعم تكمل إجراءاتنا من محاضر الاستدلال ومن أخذ التقارير الطبية نعم ونرفع الملف إلى نيابة المرور والمخالفات، فهي جهات رئيسية تكمل إجراءاتنا توضع العقوبة ويتم الالتزام بها. تمام، هذا في حالة الحوادث، لكن مثلا دحين في قبل ما نتصل بك في كان شخص بيكلم نحن عن أشخاص عمرهم 15 سنة وبيسوقوا سيارات، وانت عارف انه هذه مخالفة لأنهم عبارة هو حدث وفي قانون المرور هذه مخالفة، في هذه الحالة انتم كيف تتصرفوا؟ نحن نسق مع المدير العام الأمن والشرطة بهذا الخصوص وقد عملنا استمارة يعني على أساس أن يكون الطفل الصغير يكون حدث يعني حجزه مخالف للقانون يعني نعم. لأنه حتى بالنسبة لنيابة الأحداث ما أدري على حد الآن عمل ولا الساعات نعم، فنحن على أساس أن نحجز السيارة فقط يعني إن شاء الله خلال الحملة القادمة أن نحجز السيارة فقط ونطلب ولي الأمر وهات ولي الأمر هناك. طيب هل في حملة قادمة حسب ما صرحت حاليا؟ إن شاء الله متى ستكون؟ متى ستكون؟ والله نحن نرفع الآن نرفع بالمقترحات إلى مدير عام الأمن والشرطة وإن شاء الله يتم الجلوس معه، ومدير عام الأمن والشرطة مصر في جانب القيادة تغار السلم وكذلك المخالفات. نعم. طيب عقيد معمر، بما نستغل فرصة وجودك معنا على الهواء، حاب أنك توجه بما أنك أنت مدير شرطة السير توجه رسالة أو نصح أو إرشاد للمواطنين للالتزام بقواعد المرور ومن أجل كمان أن نتجنب الحوادث. نحن نوجه من خلال المنبر هذا نخبر المواطنين على أساس الالتزام بقواعد المرور وكذلك عدم اعطاء السيارات او الدراجات الناريه للاطفال صغار السن لتجنب الحوادث، لانه نحن عندنا احصائيات كبيره خصوصا حوادث الدراجات الناريه. نعم. فنتوجه لهم يعني بعدم اعطاء صغار السن السيارات، لانه انا ما قلت نحن الان نوجه لهم دعوه ان يلتزموا وكذا ولي الامور، وقال نحن ان شاء الله إذا في متسع في الوقت نحن بننزل المدارس بإذن الله نعم ونعمل محاضرات في المدارس نعم للطلبة وفي الثانويات نعم إن شاء الله يكون الالتزام أكثر. شكرا لك عقيد معمر المشجري، شكرا لك. شكرا لكم، الله يحفظك. الجدير بالذكر مشاهدينا أن العقيد معمر المشجري هذه المرة الثانية على التوالي نستضيفه في برنامج حديث الشارع. المرة الأولى كانت في الحلقة الثالثة في الحلقة اللي تكلمنا فيها على الدراجات النارية،
والمرة هذه في الحلقة كمان هذه استضفناه، وكنت سعيدة بالدعوة التي وجهها لكم بالالتزام والانضباط، ونترقب حملاتكم المرورية الأمنية القادمة عقيد معمر المشجري التي دائما تعمل على ضبط حركة السير وترسيخ مفاهيم الأمن والأمان. مشكلة الدراجات النارية هذه كم حلقة بنطلع فيها؟ كم حلقة؟ كم مشاهدينك قولوا لي كم حلقة؟ حلقة ثالثة وطلعنا عن الدراجات النارية، والحلقة هذه عن المخالفات، وكمان أدرجنا الدراجات النارية والإزعاجات اللي بتعملها الدراجات النارية. ليش يعني؟ والتوجيه المعنوي مش مقصر، عزيزي السائق وأخي المواطن وأختي المواطنة، وقناة المكلة طلعت كمان حلقة، يعني نجيب لكم مين عشان يكلمكم سائقين الدراجات النارية؟ كما قلت العقيد العميد عذرا العميد منير التميمي في تصريح للحملة قال هي مش أزمة مرورية، هي أزمة شوارع وضيق شوارع الكثافة السكانية، وقال عدد السيارات والمركبات في المكلة أكثر من عدد السكان. هذا مش كلامي، هذا مش تصريحي، هذا تصريح العميد منير التميمي، وقال هي أزمة شوارع وضيق شوارع. إيش بيدنا الآن نفعل يا جماعة؟ خلاص مضطرين إنه نحن نشدد في الحملات هذه المرورية علشان نحاول إنه نخفف من الاختناقات المرورية، من الازدحامات، من المشاكل، من ومن 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 ومن، علشان السائق يمشي وعابر الطريق يمشي من غير أي مشاكل ممكن قد تحدث. أعزائي المشاهدين، معنا على الخط ضيفنا القاضي عبد الله باعزب رئيس محكمة المرور الابتدائية. قاضي عبد الله كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ تمام الحمد لله. أنت معنا على قناة المكلة وعلى الهواء مباشرة، سعدنا باستضافتك. وأنا أسعد. تسلم. قاضي عبد الله، لو بتحدثني عن نوع القضايا التي تنظر وتفصل بها محكمة المرور. في البداية أحييك أختي الكريمة مقدمة البرنامج، وأحيي ضيوفك الكرام. شكرا. وأقدم التحية لمن أعد هذا البرنامج لأنه يلامس قضايا متعلقة بحياة المواطن. نعم. محكمة المرور تنظر كثيرا من القضايا المتعلقة بالحوادث المرورية. نعم. فقط؟ فقط؟ طبعا ما يعني مع اختصاصها نوعي، لا تنظر إلا القضايا التي نعم. تنشأ بسبب حادث مروري. تنشأ بسبب حادث مروري. نعم. طيب ماذا عن المخالفات والغرامات؟ قضايا المخالفات هذه قضايا أخرى لا تتعلق بالمرور، قضايا مخالفات يعني مخالفات صحة، مخالفات النظافة، هذه قضايا أخرى. أها، يعني محكمة المرور تنظر في القضايا التي يكون لها حوادث مرورية. أيوة، مع أنه اختصاص المحكمة هي محكمة مرور ومخالفات، يعني نعم، يعني هي المحكمة اللي أنا رأسها محكمة مرور ومخالفات، بمعنى أنها تقضي في قضايا المرور وكذلك في قضايا المخالفات. طيب حدثني عن المخالفات أيضا اللي مثلا قضيت وفصلت فيها، زي إيش كانت المخالفات قاضي عبد الله؟ مثلا الصيدليات التي تقوم ببيع بعض الأدوية الممنوع بيعها إلا بوصفة طبية، والتي لا يجوز كذلك تكرار صرفها مرة أخرى إلا بوصفة طبية جديدة. هذا بالنسبة لمجال الصحة. هذا في مجال الصحة. نعم. طيب وفي مجال المرور؟ في مجال المرور هذه قضايا المرور قضايا كثيرة، قضايا يعني مثلا قضايا التسبب في وفاة، قضايا مثلا إصابات مادية لسيارات. يعني بهذا الشكل، يعني قضايا المرور طبعا إما إصابات جسمانية أو إصابات مادية.
يا إما إصابات جسمية أو مادية. أو مادية، والجسمية قد تكون جروح عقوبة عروش وكذا، وقد تكون وفاة عقوبة الدية. نعم. طيب وقت ما كانت بتشتغل، وقت ما كانت ما المحاكم تعمل، هل كنت تحس انه مثلا في زحمة في القضايا؟ يعني مثلا يعني كانت الحوادث المرورية في المكلا كثيرة بشكل كبير؟ نعم نعم، وخاصة في الآونة الأخيرة. طيب ازداد عدد القضايا نعم التي تنظرها المحكمة بسبب انه قطع الغيار الآن ارتفع سعرها. نعم. وأكثر النزاع ينحصر فيما بين المجني عليه والمتهم هي بخصوص تقدير الأضرار المادية التي لحقت سيارة المجني عليه. والتي يكون المتهم ملزم بإصلاح جميع الأضرار التي لحقت سيارة المجني عليه. نعم. وهو ما يسبب التطويل في نظر القضية. نعم. طيب قاضي عبد الله، ما هي أقصى عقوبة حكمت فيها؟ أقصى عقوبة حسيت إنه في محكمة المرور أنت قد حكمت فيها؟ حكمت بإلزام مثلا، حكمت له الأخيرة شخص ألزمته بدفع مثلا مبلغ 3 مليون لمجني عليه، والمجني عليه الآخر تقريبا 4 مليون. دفع 3 مليون ألزمته، بس لأنه هو بيستأنف الحكم طبعا. لأنه من حقه يستأنف يعني، بس هذه تقدير للأضرار، لأنه أنا كلفت ورشة. نعم، يعني قد تصل الأضرار وحكم المحكمة إلى 3 مليون غرامة. أيوة، وأربعة مليون مش غرامة. نعم. لا لا تعويض؟ لا، ليست عقوبة. عقوبة؟ لا لا، ليست عقوبة، هذه إيش؟ تعويض عن الأضرار. نعم. العقوبة في المرور عقوبات بسيطة جدا، يعني هي لأنه نحن الغرامة التي في الحق العام نعم محصورة ما بين يعني ريال و70 ألف، يعني هكذا نحن لا نتجاوز 70 ألف. نعم. الغرامات. نعم. ولا وبالنسبة للأضرار التي تلحق بالمجني عليه، هذه تسمى تعويض، وهذه تصل إلى 5 مليون إلى 4 مليون. لا يعني. طيب هل حكمت بالحبس خلافا عن الفلوس؟ هل في كانت منطوقات بالحكم بالحبس في قضاء المرور؟ أبدا، لم استلمت المحكمة، لم أقضي بحبس أي أحد. حبس. تمام. قاضي يا عبد الله، شكرا لك. حياكم الله. أهلا وسهلا. تسلم، شكرا لك. مع السلامة. مع السلامة. كان معنا القاضي عبد الله باعزب، رئيس محكمة المرور الابتدائية. أني أعلم إنه المحاكم والنيابات العامة ما زالت مضربة، وناشدناهم بأنهم يفتحوا، لكن إلى الآن لا يوجد هناك خبر. مع ذلك استضفنا القاضي عشان يحدد نحنا ما قبل الإضراب، إيش كان بيعمل، إيش كان بيحكم، إيش كان بيقضي. نعرفكم أعزائي المواطنين عبر شاشة قناة المكلا. والجميل إنه محكمة المرور تقضي في الحوادث المرورية، يعني لو في حادث حصل لا سمح الله القضية ترحل للمحكمة، ومنذ توليه المحكمة لم يحبس أحد قط، فقط تكون تعويضات، وآخر قضية حكم أو ألزم شخص بدفع ما قرابة 3 أو 4 مليون ريال يمني تعويض لشخص آخر. في اتصال. أنا جبت معايا قانون المرور، خلونا احنا ندردش فيه، بما انه نحنا اتكلمنا الان مع القاضي عبد الله باعزب وكان في كلام ما قانوني كثير قانون المرور، خليني اقري لكم منه شويه بزامه. هو طبعا قانون المرور وتعديلاته. خلونا احنا نبعد شويه من الحبس، خلونا احنا يا شباب في المخالفات. يقول لك يعاقب بغرامة فورية قدرها 1000 ريال
كل من ارتكب اي من المخالفات التالية: 1- كل سائق حافلة او سيارة اجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب او تقاضي اجرا اكثر من المقرر او حمل عليها عددا من الركاب يزيد عن الحد الاقصى المقرر لها غرامة 1000 ريال. هذه رسالة لكم يا سائقي الباصات، يلي نحن بنتحرك والباص مليان وتحملوا ركاب وتحملوا ركاب يفوق عدد المقاعد الموجودة في الباص. هذه تعتبر في قانون المرور هذه مخالفة ويتم تغريمك 1000 ريال. في اتصال. أعزائي المشاهدين، معنا على الخط الرائد علي سعيد عليان، مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في أمن حضرموت الساحل. رائد علي، كيف حالك؟ الحمد لله طيبين، حياكم الله. ايش اخبارك؟ والله طيبين الحمد لله، كيف اموركم؟ طيبة تمام الحمد لله. رائد علي، كلمني عن الحملات التوعوية والحملات الإعلامية اللي بتعملوها حول الحملة المرورية في التوجيه المعنوي. بسم الله الرحمن الرحيم، اشكر قناة المثلى على استضافتها لنا. نعم. نحن بالنسبة في إدارة حضرموت الساحل مثلتم بالعميد منير كرامة التميمي، توجهها بكثرة الحملات التوعوية لمختلف الدوائر الأمنية. نعم. من ضمن هذه الدوائر هي إدارة شرطة السير. نعم. نحن طبعا بالتنسيق إدارة التوجيه المعني مع إدارة شرطة السير اللي هي إدارة المرور، تكثيف الحملات نظرا لوجود المخالفات الكثيرة من قبل المواطنين. نعم. وسائقي الدراجات النارية والسيارات، فقمنا بحملات كثيرة، منها حملة العواقف على السيارات المجهولة وسائقي الدراجات المخالفين. نعم. بعكس الاتجاه. نعم. وقطع الإشارات الضوئية. ونحن ان شاء الله يعني هناك حملات كثيره ستبان باذن الله في الايام القادمه وفي الاشهر القادمه ان شاء الله. طيب رائد علي، الحمله الان ليش توقفت؟ الحمله هي ليست توقفت، نظرا نحن انشغالنا طبعا في التوجيه المعني. نعم. في دورات طبعا نحن الان قاعد عنها التحالف العربي. نعم. ونحن انشدهنا في ذلك يعني. نعم. وطبعا هذه الدورات هي فيها توعيه للافراد كيف التعامل مع المواطنين. نعم. نحن إن شاء الله ستقام الحملات، ونحن نتمنى من المواطنين أن يكونوا واعيين لمخالفة السير، مثلا أو الدراجات اللي تقطع الخطوط يعني من غير مبالاة يمروا. نعم. نفس التعليق يعني. نعم. طيب هل شفتم تغيير إيجابي وتفاعل من جموع المواطنين في الحملات الإعلامية اللي تقوموا بها في إدارة التوجيه المعنوي؟ الحمد لله، صراحة إن أشكر كل مواطن حضرمي في استجابة كبيرة للتوعيات. صراحة إن احنا الآن نشاهد يوميا إشارات ضوئية اللي هي في 40 شقة ولفديس، الناس يعني بدأوا من تلقاء أنفسهم مراقبة أنفسهم يعني. نعم. الشخص لما يكون الإشارة. نعم. يمر الإشارة يعني حمراء لكن يقطعها. نعم. طبعا هو ما يوعي ان هذه الإشارة لما تكون حمراء انه يسبب خطر لغيره يعني. نعم. نعم. طيب هل في حملات قادمة راح تعملوها؟ اكيد الحملات دائما تكون مستمرة، وان شاء الله تطبق المخالفات إجراءات إن شاء الله في الأيام القادمة طبعا. طيب أعطي لنا مفاجأة في قناة المكلة عن اسم الحملة القادمة، غشش نحن يا رائد علي. أعطي نحن استثناء. نحن حاليا نحن زي ما قلت لكم نحن مشغولين بدورات طبعا هذه الأمنية اللي نحن الآن في دعمها من لجماعه التحالف، يعني طبعا عندنا إن شاء الله ستكون مفاجأة كبيرة في الأيام القادمة، بتخرج الدفعة الأولى من قوات المهام الخاصة وكافة الشرطة في حضرموت، يعني الوحيد الآن يتوجد في اليمن بشكل عام وفي المحافظات المحررة بوجه خصوص يعني. نعم. فتخرج هذه الدفعة إن شاء الله وستكون نقلة لحضرموت
وستكون يعني القوة الضاربة لهذه البلاد إن شاء الله بإذن الله. آمين. إن شاء الله نحن نوعد المواطنين بتكون حملات و شكرا. طيب رائد علي، بس قبل أنهي معك الاتصال، ليش في التوجيه المعنوي ليش ما تحاولوش أنكم تنزلوا بعض من قانون المرور مثلا؟ إذا عملت كذا عزيز المواطن فهذه مخالفة، غرامتها كذا، حبسها كذا، من ترجعوا للقانون اليمني. نعم طبعا احنا في إدارة التوجيه المعني بالتنسيق مع إدارة المرور نعم سوف ننشئ موقع يعني يحدد لكل يعني يسهل لأي شخص نعم بالدخول لهذا الموقع انه يعرف ايش المخالفات المرورية وايش الاجراءات مثلا اللي يتطلب مثلا في استخراج الليسن رخصة القيادة او رخصة المركبة. صحيح. يعني يكون موقع رسمي ان شاء الله في الايام القادمة سوف نعلن عنه ان شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. في كلمة تحب توجهها رائد علي بما أنك مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة؟ الناس بتسمعك لأنك على الهواء، أي حاجة حابب توجهها لهم؟ أتمنى أنا طبعا أهل حضرموت على الخير وعلى العلم وعلى محبة وسلام، أتمنى أن احنا نرتقي في هذه المحافظة يعني بأسرع وقت للرهان، أن احنا سوف نتطور خلال 10 أو 20 سنة، لكن نحن نقول لا سوف نتطور خلال يعني فترة قليلة من السنين 2-3 سنين إن شاء الله نكون في أحسن وفي أفضل استقرار أمني، في أكثر استقرار اجتماعي اقتصادي إن شاء الله بإذن الله. أتمنى من المواطنين أن يعوا ويفهموا أهمية حضرموت إن شاء الله. آمين. شكرا رائد علي. شكرا. الله يحفظك. آمين يا رب على حضرموت كامل. هو يتنبأ أنه حضرموت مش محتاجة لعشر وعشرين سنة لقدام عشان تستقر وترجع حلوة، قال سنة سنتين وإن شاء الله حضرموت بتشهد استقرار ويجب أن نعي أهمية حضرموت ونحافظ عليها. أرجع أقرأ لكم من القانون، أنا عارفة أنه كبير بس أرجع أقرأ لكم. على بال ما التوجيه المعنوي نزلوا لكم ما توعية بس علشان أشوف، خلوني أعرف بس زي الناس. استعمال قائد المركبة في غير الغرض المبين برخصتها غرامة 1000 ريال. يعني أنت بتخرج تاكسي رخصته مثلا توصيل ركاب وأنت بتقوم مثلا توصل فيه مواد بناء، هذه مخالفة عليها غرامة 1000 ريال. عدم اتباع قائد المركبة لإرشادات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، مخالفة غرامة 1000 ريال. تسير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو يتطاير من حمولتها، مخالفة. يعني صوت البريك أو صوت الهون العالي أو المزعج حق السيارة مخالفة. الدخان الكثيف ذو الرائحة الكريهة اللي يخرج من عوادم السيارات هذا مخالفة وتغرم عزيز السائق 1000 ريال. تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها غرامة 1000 ريال. هذا ينطبق على اللي دائما يعملوا مظاهرات واحتجاجات بغض النظر عن إيش أسبابها، لكن قطع الطريق ووقف حركة المرور غرامة 1000 ريال. يعني الناس اللي هذول المتظاهرين لو أجت سيارة المرور وأخذ أنهم غرامة على كل واحد من 1000 ريال. ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق مخالفة فعلا. ياكم أحيانا نمشي باص سيارة نشوف ماعز يمشي بالطريق نشوف، مخالفة هذه. كل قائد مركبة رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسما أو عنوانا كاذبا
لأي فرد من أفراد الشرطة مخالفة. صراحة القانون كثير ومخالفات كثيرة، ونحن مفهوم المخالفة عندنا خلاص أنحط، كسرت الإشارة، مشيت بالاتجاه المعاكس وبس، أو إذا كانت السرعة عالية، هذا مفهومنا للمخالفات. المخالفات ليه باع؟ والمخالفات كثيرة. يعني أعزائي المشاهدين، معنا شرط المرور سالم سليمان باحيان. سالم كيف حالك؟ والله الحمد لله، كيفكم طيبين؟ إيش أخبارك؟ الحمد لله بخير الله. سالم، بصفتك شرط المرور، حدثني عن المخالفات اللي تلتمسها من المواطنين. أيوة. زي إيش تكون المخالفات بما إنك شرطي مرور؟ أسمعي صوت الحين بكثير. الآن تسمعني؟ طيب صوت في دائرة. أيوة الآن تسمعني؟ أيوة. إيش هي المخالفات بما إنك شرطي مرور؟ إيش هي المخالفات اللي مريت فيها؟ حدثنا عن المخالفات. أيوة المخالفات على السيارات الأول، السيارات. زي إيش مثلا تكون المخالفات؟ يعني هل شفت حد مثلا يقود سيارة بسرعة جنونية؟ هل شفت أحد يقود سيارة بسرعة جنونية مثلا؟ معك، أنا معك، أنت تسمعني الآن؟ أيوة الحين أسمعك. إيش المخالفات اللي تم ضبطها من قبلك بصفتك شرطي مرور؟ أيوة مخالفات مع أصحاب السياكل، هذول مخالفين عكسي. أصحاب الدراجات النارية، طيب زي إيش مخالفاتهم أصحاب الدراجات النارية؟ أصحاب الدراجات النارية يعني يعكسون الخط ويركبون بلاستيكل. هذه تعتبر مخالفة مرورية. تمام. المخالفات حتى الآن مفعلة عندنا في الإدارة. طيب إيش بما إنك شرطي مرور يا سالم، إيش الرسالة اللي بتعطيها للمواطنين؟ إحنا على الهواء مباشرة وهم بيسمعوك. نعطي للمواطنين أن ينتبهوا إلى إشارات المرور. نعم. وإلى تعليمات أصحاب المرور. نعم. والانتظام في الشارع. نعم. هل سبق إنه مثلاً أحد لم يحترمك في الشارع كجندي وشرطي مرور يا سالم؟ هل سبق إنك حصل لك موقف تطاول؟ هل تطاول عليك أحد بالكلام أو؟ لا الحمد لله، الشعب الحضرمي ناس طيب ومتقدم. نعم. ومتفاهمين معنا. نعم، يعني يعني هناك احترام، هناك احترام لهيبتك كشرطي مرور. ايوه. طيب بالنسبة لمخالفات السيارات مثلا، هل صادفت مخالفة مثلا احد يقود السيارة بسرعة جنونية ووقفته؟ ايوه. كيف تصرفت معه؟ تصرفت معه، قلت له انت في شارع عام الان داخل مدينة. تمام. السرعة ممنوع، السرعة من فوق 20. نعم. لازم تكون السواقة خفيفة حقكم، تكون ناس في زحمة. نعم. فاستجابوا الناس معنا. لكنك لم تغرمه. لأن قلت المخالفات لحد الآن بدأت فعلت عندنا، مسكناها بس المخالفات ما تفعلت عندنا. طيب باعتقادك ليش ما تفعلت؟ ليش ما تفعلت؟ ليش ما تفعلت المخالفات؟ ليش؟ والله هذا الأخ عمر ما عارفين، هم بيفعلون الإدارة بعد أنا بسمعك. طيب ولما تكلموا بهذه الطريقة، أنت المفروض إنك ما تسوقش بأعلى من 20 وكذا، إيش أقول لك؟ يستجيب لك يعني؟ ها؟ يستجيب لك؟ والله ان شاء الله ان احنا نتكلم معهم، لازم يعلن المخالفات علشان الناس يلتزمون. نعم. ايوه. طيب شكرا لك يا سالم، شكرا. الله يطول عمرك.
الله يخليكم لنا وأهل حضرموت جميعا. الله يحفظك. الله يحفظك. جميل انه في احترام لهيبة وشخصية وبزة شرطي المرور. انا كنت سعيدة انه ما يحصلوش تطاول وفي احترام. هم اساسا رمز من رموز الامن والامان والدولة طبعا. عادها ما تفعلتش المخالفات. خدتني بالكلام الحلو يا عقيد معمر وما سألتكش على المخالفة. ما سألتكش على المخالفات يا عقيد معمر المشجري، ليش ما تفعلش المخالفات؟ لكن بشكل عام سواء كان مدير شرطة السير أو مدير التوجيه المعنوي كلهم يقولوا نحن في صدد أنه نحن نحضر اجتماعات مع العقيد معمر، مع العقيد، مع العميد. أنا الحلقة هذه خافطة بين معمر المشجري وخافطة بين منير التميمي، واحد عقيد والآخر عميد، أنا مخبوطة. فكلهم ينتمون للأجهزة الأمنية طبعا، وكلهم في صدد أنهم يعملوا اجتماعات مع العميد منير التميمي، وفي خطوات قادمة. نحن نأمل في الخطوات القادمة هذه يكون في تفعيل لباب المخالفات وباب الغرامات، مش عشان حاجة، علشان المواطن لو دفع غرامة حق مخالفة مرة واحدة خلاص بتضل حلقة في أذنه، ما عاد بيخالفش مرة تانية. لأنه أنا لو خالفت فيها فلوس، فيها احتمال حبس، لا مشتيش، أنا بضطر إن أنا بلتزم مثلي ومثل غيري. وأنا كنت سعيدة بالأصداء إنه في استيعاب من المواطنين وفي بدأ نوع من الالتزام. يمكن البعض مش ملتزمين ومحتاجين أكثر من حملة في اتصال، يمكن البعض مش ملتزمين ومحتاجين أكثر من حملة، لكن كمان لا ننساش النصف الكبير اللي التزم واللي بيحترم واللي بيتفاعل واللي 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 واللي. فكمان حلو بادرت حتى إذا الآن ما تمشى التفعيل، حلو إنه يفهمك شوف هذه المنطقة ما ينفعش تسوق فيها بأكثر من 20، هذه المنطقة مزدحمة، انت ليش مسرع، انت ليش، لو سمحت لا تعملش هكذا مرة تانية. كمان الأسلوب هذا حلو، انه التفاهم يعني ما نشتيش نحن الأسلوب الحبس والعنقهية لكن ضروري من تفعيل الغرامات والمخالفات صراحة. المشكلة الآن المحاكم والنيابات العامة ما زالت مضربة. أنا كيف أتكلم فعلوا وسووا، وأساساً حتى لو تم التفعيل في هذا الوقت القصير المحاكم ما زالت مضربة وما زالت مغلقة. شوية نرجع نقرأ قليل من القانون عشان بس تأخذوا فكرة أعزائي المواطنين إيش هي المخالفات. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة مالية لا تزيد على 20,000 ريال إذا كانت قيادتك تسببت في إصابة شخص بحادث سير وكان من المتعذر عليك الوقوف لإسعافه أو لم تقم بإبلاغ أقرب مركز شرطة. يعني أنت صدمت شخص وما أسعفتوش وما بلغتش الشرطة، هذه مخالفة، تعاقب بأنك تنحبس مدة لا تزيد على شهر أو إنك تدفع 20,000 ريال. من اللي يسوقوا مركبة محملة بمواد سامة أو مواد قابلة للانفجار داخل المناطق المأهولة بالسكان، هذه كمان مخالفة. استعمال لوحة أرقام مزورة على السيارات، هذه كمان مخالفة. تعمل حادث تصدم شخص وتحاول انك تهرب، صدمت شخص تحاول انك تهرب، هذه مخالفة. انك تسمح لحدث بقيادة المركبة، هذه كمان مخالفة. وهذا اللي تكلم عليه احد المتصلين وقال انه اطفال واحداث من 15 سنة يسوقوا السيارات والدراجات النارية. كل من قام بتغيير لون
أو شكل مركبة أو تعديل الهيكل أو أرقام الماكينة دون إذن مسبق من الجهة المختصة، هذه كمان مخالفة. القانون كثير ومواد كثيرة وعقوبات كثيرة أقرأ لكم إيش ولا إيش ولا إيش التوجيه المعنوي. فعلا نحن محتاجين أنكم تجلسوا مع العميد منير التميمي وتأخذوا هذا من القانون وتشلوا أبرز الأشياء فيه علشان توعوا الناس. يعني حاجات كثير الناس عبالهم، طبعا بلا شك السرعة الجنونية والسرعة القصوى هذه بلا شك هذه من المخالفات، بس نحن يعني ارتبط في ذهن نحن المخالفات. إذا عملت حادث مروري، إذا كسرت الإشارة المرورية، إذا قدت بسرعة جنونية، أو إذا مشيت في الاتجاه المعاكس. مش هذه فقط المخالفات، هي مخالفات وعليها عقوبة، لكن في أكثر من هكذا. وصلنا للختام مشاهدينا، ختام الحلقة. في الختام السلامة، ولا شيء سوى السلامة. مقصدنا مطلبنا ومبتغانا السلامة، الحفاظ على النفس البشرية وعلى واجهة حضرموت الثقافية والحضارية هي مسؤولية الجميع. عبير واكد كانت معكم، وحتى السبت المقبل نلتقي. إلى اللقاء.